السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فروى الإمامان البخاري مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله تعالى خير عبدًا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال أبو سعيد الخدري: وعجباً لهذا الشيخ، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فما يبكي هذا الشيخ؟ فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا بذلك. هذا الحديث يبين قرب وفاته عليه الصلاة والسلام، وأن ساعة الفراق قد أصبحت قريبة، وإلى عزوفه عن الدنيا واشتياقه صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قال بعض أهل العلم: إن الله تعالى جمع لنبي محمد صلى الله عليه وسلم بين النبوة والشهادة، ويستدلون على ذلك بما رواه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري من هذا السم. قال شراح الحديث: الأبهر عرق بالظهر متصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه. وهو يشير عليه الصلاة والسلام إلى ما حصل له في السنة السابعة من الهجرة في غزوة خيبر، عندما جاءت امرأة يهودية يقال لها زينب بنت الحارث، وأهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة لتقتله بها، فأخذ لقمة منها فلم يستسغها فرمى بها، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من آثار السم من السنة السابعة إلى السنة الحادية عشرة، وهذا السم يعاوده بين فترة وأخرى. قال ابن عبد البر: وكان بداية وجعه عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه أنه أخذه الوجع في بيت ميمونة، فخرج إلى أحد فصلى على شهداء أحد واستغفر لهم ودعا لهم بعد 8 سنوات من استشهادهم، وكان أول علته الآلام الشديدة التي يعاني منها في رأسه. فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة قالت: ورأساه يا نبي الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان ذاك وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت: وثكلياه، إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذلك لا ظللت معرسا في آخر اليوم عند بعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه. وفي الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا في مرضه الذي مات فيه يريد يوم عائشة؟ فأذن له أزواجه أن يكون حيث شاء. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تحكي مشهدا من احتضاره: كان بين يديه ركوة، كما في صحيح الإمام البخاري، أو علبة فيها ماء، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يديه في تلك العلبة ويمسح بهما وجهه التي فيها الماء،
ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده فجعل يقول اللهم الرفيق الأعلى. وفي صحيح الإمام البخاري أنها قالت رضي الله تعالى عنها: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي، أي أنه توفي وهو على صدرها، فلا أكره شدة الموت لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري أنها قالت: ما رأيت الوجع أشد على أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام شدد عليه في سكرات الموت رفعة لدرجاته، وإلا فهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبدأت الحمى تنتشر في جسدي عليه الصلاة والسلام، فقال: أهريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. فوضع في مخضب وجعلوا يصبون عليه من تلك القرب، إلى أن قال أو أشار إليهم: أن حسبكم. وكانت فاطمة كما في صحيح الإمام البخاري بجواره، فلما رأت ما بالنبي صلى الله عليه وسلم من كرب شديد ومن سكرات عظيمة قالت: وكرب أبتاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هم بالصلاة مع الناس، فقال لعائشة: أصلى الناس؟ فقالت: هم ينتظرونك يا رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهم بالصلاة فأغمي عليه، ثم أغمي عليه مرة ثانية، ثم أغمي عليه مرة ثالثة، كما في الصحيح. ولا يزال عليه الصلاة والسلام يحمل هم الدعوة، وجعل يقول: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم الموت شخص بصره إلى سقف البيت ورفع إصبعه، وكان يحدثنا قبل ذلك أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة، ثم يخير بين الدنيا وبين ما عند الله. فعرفت أنه لا يختارنا، وأنه الحديث الذي كان يحدثنا. ثم رفع إصبعه إلى السماء وشخص بصره إلى السماء ورفع إصبعه، وجعل يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فكانت آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى فاضت روحه الشريفة. قالت فاطمة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح الإمام البخاري: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. قال ابن كثير رحمه الله: وكانت وفاته عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ومكث عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين والثلاثاء، وصلي عليه في ليلة الأربعاء. صلى عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم جماعات وأفرادا. انتهى. أيها الإخوة الأفاضل، من الدروس والعبر المستفادة من وفاة عليه الصلاة والسلام: أولا، أن الموت سبيل كل حي، فلا أحد كائنا من كان سيخلد في هذه الدنيا. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد
أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة الحدباء محمول. ثانيا: زهد عليه الصلاة والسلام وعزوف عن هذه الدنيا، فقد جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا من متاع الدنيا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. بل إنه عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. ثالثا: أن موته عليه الصلاة والسلام من أعظم المصائب، ولن يبتلى المسلمون بمصيبة أعظم من وفاته، فقد جاء في سنن الدارمي من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب ليكون تسلية له. وفي سنن الترمذي من حديث أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وفي صحيح الإمام البخاري أن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت لأنس رضي الله عنه: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي كيف تجرأتم؟ ولكن سنة الله تعالى في خلقه. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، فإذا تتكى مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. اللهم أوردنا حوضه، واجعلنا من أتباعه، واحشرنا في زمرته يا ذا الجلال والإكرام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.